قاعد بدي اشكرك اكيد كوتش غسان، يعني راح اخد سعاده النائب ابراهيم كنعان يلي ما بعرف اذا في يزيد على الكلام يلي قاله كوتش غسان سركيس. يعني قد ايه انت امنت بفريق شامبيل بوقت حساس جدا وكنت حد الفريق، واليوم انطلاقه تاريخيه لفريق شامبيل ببطوله الترنيه. لا انا مأمن بالشامبيل وبفريقه وبالمدرسه ومأمن بالرياضه، وهيدا التنافس اللي عم بيصير اليوم هذا اللي بدنا اياه، حضاري راقي. شانفيل عمل ماتش كتير حلو، هارد لك للرياضي، هيدي الرياضة اللي بدنا إياها. وإذا في شيء بيكبر لي قلبي اليوم هو هيدا المشهد اللي شفناه، هيدا اللعب المتناسي، الكوتش غسان سركيس اللي عامل رجعة كتير حلوة وكتير كبيرة، كتير مبسوط. ما بعرف شو بدي أقول لك، مبروك للشانفيل، مبروك لكل المشجعين تبع الشانفيل، مبروك للرياضه كمان وللمتن. يعني انتم عم تمثلوا كمان المتن أكيد. اليوم انه هي حلو الانديه كمان تمثل، كل واحد يمثل منطقته، هذه شغله كثير مهمه. بدي اشكرك اكيد. انا بشكركم، بشكر الال بي سي. قد ايه تعلقت بكره السله؟ يعني بعد قد ايه عم نشوفك كثير انفولف مؤخرا بكره السله، قد ايه تعلقت فيها هاللعبه؟ كثير، اكثر من السياسه. اوه هذا كلام كثير كبير، خطير. ايه كلام كثير كبير وكلام كثير. بدنا نشكرك اكيد سعاده النائب ابراهيم كنعان.